ياريتك عمري يا رمضان، ياريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر الواحد ومية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامجنا أحلى شباب. اتفقنا يا جماعة إن احنا هنتناول خلال البرنامج في الجزء الثاني مجموعة من الشباب من ليلة الرؤية لحد أول يوم العيد في شهر رمضان. ايه المشاكل اللي بيعيشها الشباب خلال رمضان، سواء الشباب اللي عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى او الشباب القريب اللي عاوز يقرب اكتر من ربنا. فكرنا ان احنا نعرض كل يوم مشكله رياليتي على قد ما نقدر، سيمي دراما، نعيش مع اصحابنا ونعيش مع شبابنا المشاكل اللي احنا بنعيشها، نسمعهم ونتكلم ونفكر مع بعض ازاي نحلها. برنامج احلى شباب مع دكتور محمد الشيخ. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.